الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. تنتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. تنشكر حبايبي اللي تيخليو تعليقات زوينة، تنشكر الناس اللي تيدعموني في هذه القناة. تنقول لكم شكرا جزيلا. تنطلب الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وبصحة جيدة. أول حاجة غادي ناخدو بخور شعبان، بخور شعبان اللي تيجلب الرزق والبركة، ولكن البخور الطيب أنه زوين وتحل بيبان ديال الخير. تيلا كان عندك تعسير في الرزق أو عندك ديون، ربي تيسخر لك الأمور، تيعطيك واحد الرزق من حيث تحتسبين ومن حيث لا تحتسبين. إذا الرزق بيد الله، الرزق عارفين بيد الله، ولكن احنا تنحطو وصفات لجلب الرزق على آيات، على مكونات اللي تنعرفوهم فيهم طاقة إيجابية، وتنحطو عليهم تناخدوهم لباب الرزق. ولكن القراءة باب الرزق معروفة بإذن الله الواحد القهار، هي سورة الواقعة. غنقراها مرة واحدة على القزبر والقرفة وزرع الكتان، هادو ديال هاد المكونات تيجلبوا الرزق وعندهم واحد الطاقة مغناطيسية في جلب الرزق. أول حاجة بالنسبة لي أنايا، غادي ناخد واحد 5 دراهم ديال القرفة، 5 دراهم ديال القزبر، وتقريبا 4 المعالق ديال زريعة الكتان. 4 المعالق ديال زريعة الكتان. أول حاجة اللي غادي ندير هي أنني غادي ناخد هاد المكونات، غادي نحط عليهم واحد المبلغ ديال الصدقة اللي غادي نحط نصدق طول الشهر. في المثل أنا حاطة هنايا 400 ريال، غادي نصرفها دراهم ونخليها للصدقة. كل نهار نخرج درهم، لأن باش يتفتح لك باب الرزق، باش يتفتح لك باب الرزق. هي أنني غادي نقرأ، نحاول أنني نقرأ عليهم اسم الباسط. الباسط نحطها 100 مرة، يا رزاق 100 مرة. إن فتحنا لك فتحا مبينا، بغينا ربي يفتح لنا الباب ديال الرزق. إن فتحنا لك فتحا مبينا، غادي نقولها 100 مرة. إن فتحنا لك فتحا مبينا 100 مرة. وغادي نقول يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا فتاح 100 مرة، يا رزاق يا رزاق 100 مرة. وغادي نذكر الله إن شاء الله بحول الله وقوته، على حسب أنني بغيت نجلب الرزق اللي متعسر عليا. التعسير تيجي إما من العين والحسد أو توقيف الحال من السحر. كاين بعض الناس اللي تيكون ما تيحملكش يدير أفعال لأنه باش يوقف لك الرزق وتيخليك في حسرة، ويقدر يكونوا عندك مشاريع وتوقفوا، يقدر يكون عندك مال وتوقف، يقدر يكون عندك فلوس ويمشيو. إذا توقيف الحال، بعض الأحيان كاينين شياطين الإنس وشياطين الجن، حسبنا الله ونعم الوكيل. غادي نحطوا هاد القراءة على هاد المكونات، وغادي نبقاو نتبخروا بهم كل عصر، كل عصر أو صباح، الصباح باكر من مراء الفجر أو مع العصر. مع العصر هذا هو التبخير ديال هاد البخور اللي غادي نوجدو في هاد الشهور العربية، يبقى عندي طول العام بعد ما قريت عليه القراءة، ونبقى فيما تعسر الوقت نطلقو، وفيما بغيت نطلقو غادي نطلقو. ندير الفحم أو ندير مقلات ونخليه يطرطق، هذاك القزبر وزريعة الكتان طرطق، وهذا القرفة إما تكون هكا عواد ولا تكون مطحونة. إذا خاصكم تعرفوا الطاقة الإيجابية في القرفة جيدة في جلب ما تريد، أنها تحيي الطاقة السلبية من المنزل. إذا حبابي في الله، ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تديروها، لأنها وصفة رائعة بإذن الله. حاولوا تاخذوا ورقة وستيلو، حاولوا أنكم تكتبوها، وإن شاء الله يكون عندكم خير. إذا إلى وصفة أخرى إن شاء الله بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.